دو كان جزء فقرة تانية من البرنامج، عندنا سؤال ثقافة عامة ديني، نشوف إلا عندك الإجابة، ولا ما عندكش ماشي مشكل. كنقول لك ما هم السبع الطوال؟ ما عندكش سؤال ديني. هي باش نقربها عليك، الصور، صور قرآنية. ما عندكش الصورات اللي طوال كامل. شنو هو؟ البقرة. إيه؟ الأنفال. لا لا مش ما مور البقرة. لا ما العمران. العمران. اها هم السبع طيوان، يعني هذا سؤال ديني. ديني سبع طيوان هي تواضع، لازم واحد يستعرف. لا لا نقربها لك، هي صور من المصحف الكريم. السبع طيوان طيوان موجودة بالدين في المصحف الكريم. المصحف الكريم صدق الله العظيم. عندنا السبعة طيوال، ما عندنا الصور طوال اللي هما. شنو هي الصورة طويلة كامل في القرآن؟ فاتحة. لا لا طويلة كامل. هي بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي الأولى. وشنو هي الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا الصورة، الصورة الأولى في أولى في المصحف الشارع. الفاتحة. فاتحة قصيرة. ومن بعد اللي وراها طويلة. ايه. أيوب السلام على المحلم. كثيرة صيغة راح دي. يعني هي صورة أطول صورة. أطول صورة كنا قبل سورة الفاتحة. ايه هي نستفتحوا بسورة الفاتحة ومن بعد يجوا السورات واحدة أخرى. سورة أعوذ بالله الشيطان الرجيم. وشنو هي الصورة الطويلة كامل في القرآن؟ طويلة في القرآن هي نسمع هذه كثيرة صورة. عندنا الصورة الطويلة كامل هي صورة البقرة. البقرة. إيه. ومن بعد السبع طيوال اللي هما سورة ليمور البقرة. دوكا نجوزوا الفقرة الثانية من البرنامج ثقافة عامة اللي هو سؤال ديني. كون نقول لك ما هم السبع طيوال؟ يلاه. سبع طوال تما كاين صور طوال كما قلت لك المائده وعلي عمران والنساء والمائي ويا ربي الاعراف والكهف وهذو كاع طوال بقره ويونس هذو هما السبع طوال. سؤال يقول ما هم السبع طوال؟ هو سؤال ديني باش نحطك في الصوره. السبع طوال. السبع طوال هادو حاجة في الطبيعة فلا لا لا هما هي صور. صور. صورة البقرة، آل عمران، النساء، صورة الكهف المؤمنون. المائدة. المائدة. أنعام. الأنعام. الشعراء. أعراف ويونس. الأعراف ويونس. فوالا هادو هما سبع طيوال.